اعتقد اليوم يعني يجب ان تعمل حكومه على موضوع التلوث البيئي، باعتبار ان اليوم هناك وزاره خاصه بهذا الموضوع هي وزاره البيئه، ويجب ان تكثف من عملها فيما يخص نجاح المناخات الخاصه بالعاصمه بغداد والعراق بشكل عام. هناك اليوم يعني اجواء قد تكون يعني غير مساعده على هذا المناخ المضطرب. هناك حتى يعني دول اخرى، دول عالميه واوروبيه، عملت على تاثير المناخ والسياسات المناخيه، فبالتالي العراق هو جزء من هذه المنظومه سواء كانت الاوروبيه او الدوليه او الاقليميه. يجب ان نتبع سياسات دوليه في تصفيه هذه الاجواء. هناك يجب ان تكون احزمه خضراء، العمل على الحزام الاخضر، على ابعاد التلوثات البيئيه من داخل العاصمه بغداد وخروجها الى اطراف العاصمه. هذه كلها يمكن تساعد في تقليل نسبة التلوث البيئي في العراق. نعم، يعني بالتاكيد الوعي يعني مطلوب من قبل المواطنين، من قبل اصحاب الشركات، اصحاب المعامل، حتى تكون هناك يعني تعاضد سواء كان من قبل الحكومه او من قبل المواطنين. واليوم يجب ان تنظم قوانين، حتى مجلس النواب يجب ان يكون هناك قوانين فاعله تدعم الحكومه وتدعم القطاع الخاص بما يخص الموضوع. يعني دا نشوف احنا ان التلوث البيئي له مصادر كثيره، تلوث المياه، تلوث الاجواء بسبب يعني الغازات اللي تخرج من المصانع، من السيارات، ايضا تلوث النفايات اللي موجوده في الشوارع اليوم. تحتاج كل حل من حلول التلوث يحتاج الى خطوات مثلا من جهه معينه. يمكن وزاره البيئه دورها اليوم اشبه بالمعدوم بسبب يعني غياب سياسات او غياب الاهتمامات بهذه القضيه. من جانب ثاني نشوف أمانة بغداد أيضا لها واجب في حل هذه المشكلة، وهي مثلا من خلال رفع النفايات اللي موجودة. أحيانا النفايات بعض المناطق يمكن أسبوع كامل يتم رفعها، هاي شنو تولد من أمراض وتولد من مشاكل، وأيضا حتى تخلي البيئة الموجودة بهذا الشارع أو هذه المنطقة بيئة غير صالحة مثلا للسكن أو حتى للتجوال أحيانا. أيضا وزارة الموارد المائية عليها دور مهم، وهو قضية تلوث الأنهار. اليوم احنا تقريبا جنوب بغداد نهر يكون ملوث بشكل كبير، وايضا عند منطقه باب المعظم واجزاء اخرى من النهر، بالاضافه للنفايات اللي يرموها بعض المواطنين والانقاذ بشكل متعمد في النهر. ايضا وزاره الصناعه عليها مثلا ان تخطو خطوات مثلا نقل محال تصليح السيارات من داخل الاحياء السكنيه ومن داخل المدينه الى مناطق بالاطراف، بالاضافه الى نقل المصانع اللي موجوده داخل مركز المدينه الى الاطراف. هاي كلها تسهم بحل جزئي، لكن الحل الاساسي هو سياسه بيئيه تعتمدها الدوله، يكون حل يعني مستدام لعشر سنوات، 15 سنه واكثر، مثل ما معمول باغلب دول العالم. بصراحه هاي المشكله مشكله عالميه، ما عادت مشكله تخص دوله معينه بعينها، لذلك انظار المهتمين من العلماء بالمناخ والطاقه المستدامه صار الان محور اهتمامهم. واذا تلاحظون بالاونه الاخيره جاي تصير كثير اتجاهات نحو تحويل السيارات الى الطاقه الكهربائيه، هذا كله يندرج تحت محور واحد هو كيف نحافظ، كيف نحمي الارض. في اذا تلاحظ المؤتمر الاخير اللي صار كوب 2023 في دبي، كنا احنا المعنيين الاساسيين، حكومه العراق في هذا الجانب، رئيس الجمهوريه حضر هذا المؤتمر. كل الرؤى، كل الخطط اللي وضعت في هذا المؤتمر اللي نوقشت علماء البيئة، علماء حتى المهتمين بالطاقة المستدامة، التجار، شركات النفط، ما ننسى الكارثة البيئية اللي تعانيها الآن البصرة في جنوب العراق، ولا طالما تحدثنا عنها المنظمات المسؤولة في هذا الشأن كلها تتكلم وتتحدث عن كيف نعالج الانبعاثات الغازية واللي هي مصدرها باعتبار نحن من الدول الكبرى لتصدير النفط. لازم المواطن يكون عنده وعي بمحاسبة كل من يتخطى حدود القانون، لأنه نحن كنا تحت مظلة قانون حماية البيئة، حماية مو بس على الدولة، لازم أيضا المواطن يضغط بطريقة أو بأخرى مع المؤسسات، مع المنظمات، المجتمع المدني اللي تهتم في هذا المجال، ما يعطي المجال للأطماع الشخصية أو الشركات اللي ما. على فكرة بين هذا الكلام، الشركات الآن بحسب خبراء اللي هم مسؤولين عن كل ما يستخرج من النفط في جنوب البصرة تحديداً، لم يلتزموا بقوانين اللي هي لازم تكون الانبعاثات من الاستخراجات النفطية صفرية كما يعمل الآن فيها في دول الخليج مثل دبي وغيرها. ما أريد أطيل الجواب، الوعي في هذا الملف جدا مهم، لابد إدراجه برأيي الشخصي حتى في المدارس الابتدائية ابتداء من الروضات، عشان لما احنا نكبر نحصل جيل واعي بأهمية حماية الأرض كلها.